عيوننا اتملت بكينا بسكت عشنا العذاب والموت الظلم يزيد والحق بعيد هكا صاير اليوم علاش يا ناس علاش شبينا علاش المسكين نسينا لكن محال يدوم الحال ربي ما زالوا يحمينا علاش شبينا علاش المسكين نسينا لكن محال يدوم الحال ربي ما زالوا يحمي خبالك عايشين ودينا لاباس علاش يا ناس علاش شبينا علاش المسكين نسينا لكن محال يدوم الحال ربي ما زالوا يحمي حبيت اليوم نقدم لكم السيدة صفية بن يدر رئيسة التحرير الجديدة. تعرف احنا عائلة واحدة لكن اليوم نهار سبيسيال على خاطر السيدة صفية من أهم الكفاءات الصحفية اللي عنا. تفضل. والتواصل واللحمة وخاصة الثقة. مع هذا احنا عنا من اكبر المحامين في البلاد مدموزيل عليا. العفو سي المنطر، نحنا الكلنا نكملوا بعضنا. مانيش باش نطول عليكم، ماهوش نهار بتاع كلام، فقط حبيت نتعرف. نقدم لك الفريق متاعك. لا سي المنظر، انا جو بريفير نتعرف على الكيب متاعي بالخدمة. مع سلامتكم الساعة. أنا كيف كلمتني مدموزيل عليا واقترحت علي الخدمة هذه، الحقيقة من الأول ترددت شوي، ولو أنه مدموزيل هذه صعيب برشا باش تخلي عبدي خمم. بون، أني نقبل بوست رئيس التحرير في قناة كيفن هذه، اللي أثبتت مدة عامين ونص أكهو، اللي هي قناة جدية ومنافسة لأكبر القنوات وأقدمها زاد.
وفهمت اللي ورا القناة هذه إكيب بارك الله جدية وقوية لبس بها، وأنا نتمنى أني نكون جزء من الإكيب هذه. كان أنتم وافقتوا بيان سور. فاهم أنت محسوب في دارك. يفضلك يا علي. شكرا. شكرا لكم. تفضلوا البوفيه. وبيك سيدي فضل. الو اوكي بيراتيو الباز دي دوني بتاع المطار حنان وحسونة في تونس سي كونفيرمي هكا عين عين في مطار كارتاج دخلوا باسبور انجلي جماعة قالوا لكم يلزمكم تشدوه عندهم حسبة قديمة غادي معاه ماهيش خالصة سامحوني على الرثار مدام يمنا يا اخي شبيك بيهتا نحنا وقت اللي حنين هربت كنا حاطين البوسيبيليتي اللي هي تنجم تكون في تونس مانيش بيهتا اما ثم فرق ما بين اون بوسيبيليتي وبين اون رياليتي عايش بدي نعرف المليح الفرق ما بيناتهم اما حسيتك داخله بعضك خايفه شويه كوا ما نخاف من حد أما أنا أكثر واحدة فيكم نعرف حنان وحسونة ونضمن لكم اللي هما باش يشيحونا الرقم تاعنا فوزالي فواغ فوزالي فواغ حطوا العسل على دارك 24 سير 24 باللي كاميرا سيرفيونس وبأولادنا هذيك من تحسين الحاصل حاجة ما نحكيوش فيها لي كاميرا يكفي تجي تحب تشوف أولادها تطلع عليهم تخاف مش حلو قدام الناس شنو تحب يقولوا علينا مافيا ما تقلقش من ناحية هذه أولادنا برو سيبوزون كان جيت أنت اللي باش تشدها أمنا عندها الحق ما نحبش نحير أولادي وما تستخفش بحنان خاصة كي نبدأ معها حسونة وإذا تحب نشدوها في أقرب وقت ما هيش بهيمة أما ما هيش سكية نون بلو أنا في بلاصتها عمري ما كنت ناخذ الطيارة ونجي وزيد عن 2010 تيحتها هذيكا ظهر اللي هي تيحة متاع دي زاماتور دو توت لي فاسون انا شوي با كونتر فوتر بروبوزيسيون فما حتى مشكل نحطو دي كاميرا اون لين بلوس دو زيكيب ا ديستانس ونشوفو كان فما حاجة هكا ولا هكايا يشدوها ويعلمونا بالموضوع حنان تم بريفيزيبل وهذيك اكثر حاجة فيها كما تلوق طلعها بهية وساعة ساعة مشي لهم كلمة ولا اثنين هكا حاجة ضامرة بهية روف نحبك تلبس الكرافات بلو الأزرق
يعطي ثقة في النفس وترتاح له العين. وما تنسيش تبدل المنجيلة على خطر فتعرف زي بشتطر غالية بلكشي يحطوه لك في الفيسبوك ويدوروها. أنا مزروب ماذا بيه تتعدب لدوسي الآخر. موضوعنا ما تبدل فيه شيء حتى شيء. والتايمينج شوف شوف الورقة الثانية. يعطيك الصحة عملت بالراي أو خذيت بخاطرك وجيت. أوه ميرسي يعيشك ياخو بخاطرك. شوف ما حليهم ومزيانهم ماكش باش تندم. تسلطينا تعمل كيف ألي فيان. اسمع بخسارة هاكم بديتو وانا منحبش ندخل في الوسط. شقولك نرجع نهار آخر إجي بخمي تتخلق بيا هكا توا جايتك عزيزة وغالية وزيد مناش في دارة الدخول والخروج بالوقت. علي بيا بيا بعضها بالخدمة الليام هذي. عنا على الأقل ثلاث عمليات في وسط الجمعة هذي برك. وبصراحة نحبك ديما معايا. أنتي من الإخوة القلائل اللي يخدموا بالساكتة. طيب شوف عندي مشي ليبيا. معناتها كان ماكش متأكد ما ريسكيش ونبطل مشي. متأكد ونص. ما زالت كي تعدت لي أخت من جمعة زي. السلام عليكم. شكوني هالمرأة؟ تعرفها؟ ما نعرفهاش ما ريتش وجهها. يا اش عندك جديد غادي؟ فيسبوك مقلوب يحكيو على المنصف بختو وفي جرايد زيدا بعدين زيدوها بلاتو التلفزيون يحكي على المرضى متاعو واللي ما عادش نجم يكور معاك جملة. هذه يلزمها احتفال. نحتفلوا ملا ليه؟ أما ما تنسيوش اللي ما عملته حد شايف حكيت حنان. وعليا من حنان. أنا عندي فكرة. أنا هي اللي حكيت عليها قبيلة. إيش قوله؟ باهية أما ريسكي. نجموا تقولوا لي شنو هي الحكاية ما تراوش مانعة؟ لو تشين دابا تشين
شين. هكا ظهر لكم احتفالات على الصف. خرج لي فوتو. زوجة رؤوف بالرحومة الغامضة. هل يخجل المترشح للرئاسة من دخول قصر قرطاج بمرافقة زوجة مقعدة بقلم؟ هيثم بالهادي، دق على عينك. عرفتوه ما وشكون؟ البليد الركيك المسوس اللي هكا كل مرة يهبط علينا كيف القضاء المستعجل. ايه شنو تو؟ مش نزيدو نسمحوه زاد المرة هذه؟ تو اللي صار صار. دو توت لي فاسون نحاولوا قدر الامكان نصلحوا السيتواسيون هذيا. وهيثم بالهادي ما تقربولوش. سينو اي حاجه باش تصير له باش يتهموا سي رؤوف اوتوماتيكمون. تعرف انا شاكك اللي هو يخدم مع سي المنصف. يا حموده كلم لي المنظر. كلم هذه ما عنيش وقت بالكل. الحالة النفسية متاعك سي رؤوف عالية. رؤوف نعرف لازم لك برشا، أما لازم لازم مانيش موافق. جرفز رؤوف ما قلنا لا. شوفوا حاجة أخرى. إذا عندك اقتراح آخر تفضل، أنا نسمعو فيك. ما نعرفش نخمو. ما عادش عندك وقت، يلزمك ترد الفعل. علاش يلزمني؟ ونطفيو الضوء على الإعلام ونخليهم يلكلكوها حتى لين يفهموا. توجيهم حكاية أخرى. سيرتينمون باش تصير حاجة. سينو نخلقوها باش نحيروا فيها هذي. البلاد الكل فوكاليزي اليوم على الانتخابات. هذا هو الحدث الرئيسي. الباقي مهما كانت عنده قيمة يقعد ديما سكوندير. مش صحيح. هذا واقع. الجمعة اللي فاتت صارت عملية إرهابية. شو ضحيتها 3 جنود. قداش قعدوا يحكيوا عليهم؟ 4 أيام. 4 أيام ومن بعد تنسى كل شيء. 4 أيام حتى مترشح ما وقف حملته الانتخابية. حتى واحد منهم ما عمل حتى حديد 3 أيام. كلهم قعدوا يمشيوا للتلفز والإذاعات. هكا ولا؟ الكلهم قعدوا يمشيوا من ميتينج لميتينج وينقزوا. علاش حسب رأيك سي رؤوف؟ على خاطر العجلة تدور. على خاطر هذيك هو الحدث الرئيسي. على خاطر هذيك هو الواقع. عالية أغيزون. الكلهم رحموا عليهم بكلمتين، عملوا بكية ولا اثنين وكملوا يخدموا على رواحهم. حتى كان نوافق فاطمة باش تقول مرتي ونعرفها. هذي عندك ونعرفك ما تحيرش. سي رؤوف شنو الهدف؟ القصر. بيان. علاش؟ لو بوفوار. وعلاش حشنا بيه؟ تيزين عليها المعطيات كلها عندي وفاهم لونجو. على خاطر حسيتك مضيع. رؤوف خلينا نستغلوا الموقف ونقلبوا المشامية. فرصة كادو جاني هنيني بناني. تو نحاول. وين وصلنا؟ كل شيء 5 على 5. ماتريال يوصل دون دو جوغ تاع تلفزه. بارتي منه باش نمشي للحمله نتاع سي رؤوف. بيان. خليتو بيجي الكادوات؟ بيان سور. هاو بارتي منهم هنايا. كل شيء منظم. بيان. انا عندي طياره. بون فواياج. ميرسي. شكون نلقى في المطار؟ كالعاده ساركان. اون برانسيب كيفين. بيان. حموده. سلم لي على جماعة تركيا. يبلع نجم تمشي. قداش قلت لي؟ 15 كاميرا، 10 تابل دو ميكساج، ماتريال الضو، لي كاسك، لي ميكرو، لي زيكران. مالا كبروا ليكيب. علاش لا؟ نزيدو نعملو غوتخيتمون وطرد اللي باش طردهم، سيغتو اللي قريب يترسمو. واضح.
الو وي سي حمودة عسلامة. واضح باهي هاني جاي. باهي داكورت. على غيف يظهر لي سي لاماتوريزم سي حموده. هذه يرد بالك تعودها ما تنجم تقول لي دوسييت توب سكري وكونفيدنسيال شي عملوا في بيروك. شنو هو تحب تقنعني اللي ما عندك حتى تراس على العمليات اللي نعملوا فيها؟ وين تحط فيهم انت؟ في دارك بيان سور سا سي تانكو كلاسيك. باغ كونتخ احنا عندنا دو كوفر، هذاك واحد وريت غادي هذاك الثاني. شوف حاجه وميزان الكود عندك الحق في غلطه، الثاني سيستمي تبلوك جمله وما تنجم تحلو لما تعيط لزكسبير من الدار اللي هي في المانيا. حنان تحب تلز الجماعه باش يلوحونا. وشكون قال اللي هي حنان؟ ملا شكون يا اسمك؟ شكون؟ جنون؟ 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 C'est une vipère, قلتلكم عقرب لفعة داهية. Et vous allez voir باش يحلنا الرقم تاعنا. أنا باش نكون بلوز إفيكاس، الجماعة اللي دخلت الكل بيروك باش تتنصب عليها العصا، كيما نجلة، ساوسن، الفام دو ميناج، ومهدي. مهدي؟ إي، وما يهمنيش بالكل في مشاعرك الأبوية. باش نزيد نعمل عليكم مزية ونخلي لكم 48 ساعة قبل ما جماعة يسمعوا. وتوا يظهر لي لازمنا نبدلوا ثنايا. يظهر لي لازمنا نبدلوا الدات خير. امبوسيبل. الدات تقررت والعملية باش تصير في النهار اللي اتفقنا فيه بالذات. فهمت؟ كما قاعد تشوف الكاميرا هذا نبيتو الماتريال نتاع حسن وحنان. ريكاب معناها قلت لي هذوما لقيتوهم في دار صفية. اكزاكت. واحدة في بيت النوم واحدة في الصالون. سجلوا بهم الفيديو. فهمت فهمت. معناها هذوم في بيروك وهذوم في دار أم يامنا. قلت لي وين تحطوا بالضبط؟ في بيت مرام، في بيت المهدي، في بيت أمك اليامنا وفي الصالون والشرطة. تبع فيا بالسانتي قرهمانة. هذوما وكهو علاش جاوك شويه؟ في داري ما فماش، في دار روف نو بلوس، وفي الشركه هذيك هيك. وهوني فماشي حاجه. امبوسيبل باش يكونوا يعرفوا البلاصه، ايون بلوس البنيه تتفركس كل جمعه تركينه تركينه. علاش امبوسيبل؟ اخي ناس اللي احنا في زون الترا سيكوريزي، تلقى توسا كي تتعدى نفيقوا به. نحب نفهم اللوجيك نتاعهم. علاش حطوا في دارك وفي دارك انت لا؟ على خاطر حسونة يعرف مليح اللي داري بلاك اوت وافرياتي ما تلعبش غادي. دونك عارفين مليح حاجتهم بالضبط. حاجتهم بالملفات وبالديسك دور، وحاجتهم يتابعوا الاجتماعات نتاعكم اوبسيون تتهني على وليداتها، وحاجتهم بالفيديو نتاع روف وصاحبته اوبسيون غولاسيون ما في بلش بها. دايوغ يلزموا ينسحب بيبليكمون ويتجمد. اما علاش خرجت الفيديو وبعثت كوبي طويله لفاطمه؟ الوغ كو عندها ديسك دور والوثائق نتاعي اللي فيه معلومات اخطر، وعلاش بدات برؤوف؟ ما نعرفش. اوكي ماهمش وحدهم،
أما شكون؟ بالك برشا هما. بالنسبة لبيروك اللي سرق الكفرفور هو اللي يركب الكاميرات الحنان. لوجيك ما محصورة في أربع من الناس اللي دخلوا البيروك. شلقينا في شيرته حتى شيء. الفندق ميناج تخدم نورمال، تخدم تروح ديريكتومون تاخذ الكارت تروح لدارها، تخرج الخمسة تاع الصباح يجي لي شركة على ساقيها، بعد ساعة تمشي تقضي. بالنسبة للسكرتيرة عندها خطيبة ديما معاها يقضيوا العرس، هي تسكن في دار ريال سبيسيال. مهدي ونجلة ما يتقابلوش ديما، هي أكثريتها في دار، ومهدي سوات في الدار سوات في الشركة. اي دو طون طون يعمل دي بتيت فيك مع أصحابه، سي لا جونيس. وتليفوناتهم؟ بيان سور سي زيكوت. وكان فما حاجة اللي قلت لك عليه. استنى استنى، أبخي تو ينجم يكون مهدي أمه حنان. مهدي أخيت أخيت. أي مهدي يخدم في الشركة، وريناه يدخل الشركة في بيريود وقت اللي يتسرق البيرو وتسرق الكفرفور، وزيد يسكن معك في الدار. مستحيل، عنده كاميرا في بيته. زيوني عادي عايشكم المستحيل مستحيل. عاد تليفونات مهدي ومرام سور ايكوت من نهار اللي حطت حنان ساقها في تونس. سا فو ريان دير، ينجم يكلمها من اي تليفون اخر. البيريود الاخرانية مريتو شي خاطر كملوا، هذاك علاش راكحين. ابخي تو ما إلها كان امه. وانا ابوه علاش تحبوا يضرني؟ وابريتو قريب لنا، كان تبدل ولا تغير احنا شرطنا بيه. انتو كان ما لاحظت حتى شي. وانا زادا انا نقول ينجم يكون اي واحد من الاولاد نتاعنا. تقصد من اللي تابعينا؟ الكلهم يعرفوا حسونه وخدموا معاه، دونك عندهم اكسي للسيستيم دو سيكوريتي اي لي كاميرا دو سورفيونس. هذاك علاش فسخوا التسجيل، عدلوا الامور وما لقينا شيء. مال على حسب كلامك نلقاو دي كاميرا هوني زاد. لا تولي مفضوحه برشا هكا، هي تخير ريسكي. يلزم نطلعوا شكون. اوكي نحلوا انكيت في جماعتنا، لكن ما يمنعش اللي انا مازلت شاده في البيست الاولى. سيتادير العصا تقعد على اربعه من الناس اللي انا حكيت عليهم قبيله، واللي هما دخلوا للبيرو نتاعك وقت اللي تسرق الكفرفور. مانيش ديت فركيك. صفية تخدم على روحها. ابو سي حموده قال لك انا في بالي نحاول باش نقنعها باش تقدم استقالتها، بنقص مشاكل. جوستومون على خاطر مش ناقصين مشاكل، ما حشناش في تحل علينا ببلا وتبدا علينا من غادي نقابه الصحفيين ومن غادي لي فيمينيست وجماعه الطرد التعسفي والاتيك الى اخره. اون بلوس بريزونس نتاعها طلعنا في الكوت والبوز اي انتريسون، دونك خليها تخدم على روحها ما عادش نتشاسر. وي مش معقول اللي عملته لا صفية. أضعف الإيمان تعلمنا اللي أنت باش تعمل ندوة صحفية قدام التلفزة. سي المنظر حق من حقوقي باش ندافع على روحي. أنا صحفية وهذا مقر العمل متاعي. وفي بالي مضامنين معايا أنتم ولا لا؟ أنا في بيرويا. كان عندك حاجة تفضل. عندي برشا خدمة تستنى فيا. لا صفية. كمل يخدم على روحك سون بروبليم. انت راك مازلت رئيس التحرير عندنا في القناه على الهواء تي في. بيان سور مالا في بالك باش نستقيل. مالا صفية كانت انتماءاتهم السياسيه اللي انحازوا لقيم العقل والحريه والتقدم بانجاح الانتخابات، قاطعين الطريق أمام الارتداء نحو الاستبداد والديكتاتورية والفساد. وهذا عهد لبناء إطار مشترك لمواطنة أساسها العدالة والمساواة التامة بين حراير تونس ورجالها، بين كل التوانسة أمام القانون، بين فيك متقلق. ولدي تحت المراقبة ليل ونهار، سي نورمال باش نتقلق. لازم لازم.
الرسمية تبدلت. أمدات قعتيه. جماعة عندهم الديتاي هذوم الكل. ذول اللي كفالي عطيتهم الكردونية بكري شوية نو؟ لا، الوقت مضبوط وتخي سيغي والتسريب بخيسك امبوسيبل. بخيسك. علمت نشك في كل شيء وما سلمش اجا في غيزون. نجلة لابتيت ولدكم هرب. خلينا في اللي عندنا تو. بيه حسونة يزمو يقول لنا وين هي حنان ومن بعد خيوط اللعبة الكل تتكشف اوتوماتيكمون. وكيما يقول لنا ايش؟ ظهر فيك ما تعرفش الباس. وانت ظهر فيك ما تعرفش حسونة مليح. انسويت توا شنو باش نعملوا؟ انا يظهر لي البروسيدور واضح. وانا موافق. اش ما عرفش قاعدين تحكيو؟ اخي هبلت ولا شنو؟ ام يامنة قول كليم. تخمم ونقول لك. تخمم؟ الو الو وضع طق. اوه ما جاوب. وين وصلت؟ فيش سمح البرنامج نتاع الليل. شنو تحب سي منظر؟ اخت الطفله المقتوله كلمتوها جايه؟ ماهي جايه باش نعديوها في التليفون. علاش فما مشكله؟ لا ما حبيناها تكون موجوده في البلاتو. عائلتها تقبل في العزاء ما نجمش نلزلها انا باش نطلع في الاوديمات. سي المنظر كمان صافي. اش بيك لاباس؟ لاباس. علاش مطلوب سي المنظر؟ انا فقط نحب الحصه اليوم تكون ناجحه. يا حبذا واحد من العائله يكون حاضر. باهي باهي الله يبارك. مون ترافاي. بيهم هذوما هم متأثرة وتشنجة ولكن يعني ما نجموش نتهم الناس جزافة. تعرف اللي المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يعني سي نصر شنو قال لك في الكلمة اللي قال؟ والله المسألة مش اتباعية. كنت تشويش على حلوة بينك وبين الخبير الأمني. جي أدوغي. احترم نفسك. هو عارف شنو تخرج من فمك سي بادي. سمعتني؟ عارف أنت شنو باش تخرج من فمك وشنو باش تقول للجماعة كي يسألوك. أما أنا نقتنع فاسيلمون. دايوغ أو جي. معقول اللي صار ليلة؟ مادموزيل انا ما عندي حتى ذنب. انا بدي باهت كيفك. انا والله مانيش فاهم علاش باهتي. هذوكم هما لي كونديسيون تاع ديريكت يا اخي. شنو ما عندكمش الحق تسميو مواطن؟ لا في بطاقه تداع بالسجن، لا في اتهام مباشر من النيابه العموميه، ولا تم استدعاؤه للتحقيق. ماكش تعطي في دروس القانون جيسبيغ. الطفل هارب في حاله فرار، فما حد شيء ما يثبت هذا. باش تاخذ بلاصه النيابه العموميه توا ولينا نتهموا في العباد؟ تحبش تحكم عليه 20 عام حبس وتحبط الجينيريك؟ مدام كل واحد مسؤول على كلامه وشنو يقول قدام الكاميرا. انا كاعلاميه عندي الحق باش نحط صبعي على ثغرات القضيه. وشك طريق اليقين مادموزيل كيما تعرف. وانا كسلطه رابعه كما نعبرش على الشك نتاعي فاش قام نعملوا في بلاتو نستدعوا في الناس مو نجيبوا غوبورتاج نمنتيوه ونعديوه وكاهو في الحكايه. عندك الحق باش تشك اما تسميش عبيد على لونتين. لا سامحني هي ما سمعت حتى حد. اخت الضحيه جيت مسيكنا مصدومه فرتت وحكيت كل شيء. وانتم تعرفوا مليح اللي هي باش تعدى في المباشر وانا شاهده. اي مدام صفيه اما نهد لزتها على الاخر باش تتكلم. وهذا اللي ريتو وانا زاده. على كل حال تتحمل مسؤوليتك
في أي تتبع يجي للتلفزة. لا مادموزيل هوني غالطة راهو، الضيف مسؤول على كلامه كي تعدى في المباشر مش التلفزة، هذه أخلاق مهنة راهو. شكون يحكي على الأخلاق؟ سامحني إش قلت؟ لا حتى شيء، تفكرت أغنية وكا. تعجبني أخلاقك. في علمك لي ليزانونسور اتصلوا بينا وباش يجبدوا لي بيب نتاعهم؟ أبون؟ أنا كنت تبع في الأوديمات، اليوم عملنا بيك مزيان، فهمش بيكم متقلقين. على كل حال، غدوة تكتب ديميسيون تاعك وتحطها على بيرو عارفك. شنو هو؟ استنى إيش صار؟ ضربوا لي ضرب كرتوشة، قلبت الدنيا وهربت. ناس ناس مانيش فاهمة اش بكم التوا، انا تقصوا حسونة برانتي فازي نتقو انت يا حسونة، كي حاسب روحك انت اقوى من الناس كل. اوكي شدوها تمتو محصورة ما نجمتوش تحفظوا عليه. كمل الرضا تكا كوارتنا الكل فلتت، يعطيكم الصحة برافو. يزين يا بالعيات متاعك، كنا في نفس الميردة. ويخي البوس وين كان؟ وعلاش رفيق له بحسونة؟ عنده خدمة أخرى. هكا تحط رفيقي عسى؟ نحبيه أنا اللي هو مسحب حسونة. والله أعلم باش تمعه الشوس اللي عمل معنا الدوانة وبالبهامة هذه. بون جوني ماكلاك، نحب نروح، شكون اللي نجم يوصلني؟ أتنوصلك أنا، أنا راسي مش يتشق، خنشم الطرف هو. Grâce aux données recueillies par la brigade criminelle, on a pu identifier l'assassin de la jeune étudiante. Il s'agit d'un homme recherché depuis 10 ans par la police judiciaire. D'après le capitaine Nasser Gharbi, la jeune étudiante Najla a été criblée de 5 balles, dont une à la tête. C'est l'article qui est sorti aujourd'hui. عملنا في مهدي المشاكل اللي عنا الكل راش قتلك كان على المهدي؟ بالنسبة لي هو سبب الهم ويزمو يتكلاس. يزمو شنو؟ في بالك اللي تتكلم على ولدي؟ ما يهمنيش يقرب لك. جرب تعودها الحكاية هذية ولا تخمم حتى فيها إلا من يا حمودة. شنو هالكلام؟ هي قصدها يزمنا نحلوها سيتو سيبا بيرسونيل. أنا عندي مشكلة يزمها تصفى، ما يهمنيش مشاكلكم العائليه، وانتي تعرف مليح اللي دوميننا هذايا ما عنده حتى علاقه باللدائن. اللي غلط يخلص واللي يدخل
ما يخرج كان القبر سي ايريفيرسيبل. وانا هاني بيها معاك، جيت باش نشاورك. شاور فيا هذا ما عادش نعاودها. انت ظهر لي مازلت ما تعرفش انا شكون. ياسر عاد كثرت على ما وصوك وصبرت عليك برشا، والتهديدات هذه متاعك ما تخوفنيش، فهمت؟ سيب المرأة واعمل عقلك. انا مرأة؟ حاسبة روحك مرأة؟ انت نفعة حمودة. شنو هذا؟ خرج المهني من حسابات بالله العظيم، كنت تمس منه شعرة إلا من باصيكم الكل. يا حمودة يزيم الهزان والنفضان، مهدي خلي حاليا. إيش بيني قبلت؟ خلي عليك باش تعملوا فوت وتقربوا باش تقتلوه كما قررتوا وقتلتوا صاحبته. شنية يا سي حمودة درت عليا توا؟ اسمعوني، كان تصير اي حاجه لمهدي ولدي عليا وعلى اعدائي. علي خف هالرجل شوية، شنو تعاركوا الحكاية فارغة قريب باش تبدوا الفروض على بعضكم؟ اون بليس ما تنجمش راهو تحكي على ولده كانك تحكي على تفشى. اللي غلطتي خلص. ايجي هنا نحبك تفسر لي ايش عندك هوني. كمال برجب رئيس فرقة مقاومة الإجرام. تعرف وبيك نجم نشوف سي حمودة؟ تفضل معايا، نعطيك خمسة دقائق باش تحكي معاه ومن بعد نبداو الاستجواب. أما على عينينا باش نتبعوا كل كلمة باش تقولها. شوية عليا خمسة دقائق، لازمني نفهم الحكاية مليح باش هكاك من بعد نجم نفيدكم. خمسة دقائق. حاضر يلا. كنت نسلك لك في امورك. علي قلت لك شبيك الطعم؟ عبط يدك، قلت لك كنت نفضلك في مشاكلك. شبي وجهك اصفر؟ تعبت عتسامي تشوشتك بالبستنيه. اش عندهم عليك؟ خير والبركة. اش حكيت لهم؟ حتشي. شو يعرفوا عليك؟ عندهم دوسية التلفزة والفيديو متاع تسليم الفلوس، كميونة كبيرة معبية بالسلاح وشوية صرف. مش مشكلة، على كل حال كل مشكلة ولها حل. والحكاية اللي حكيتها لي الكل نخرجك منها كي شعره من العجين. اما كلمه لا. تنمشي ونرجع. تلقاوي ناديه. اش قالت؟ ما سمعتهاش. ما سمعتهاش. Thank you.
ابدأ يا استاذه. لاسي كمال مكشوف فيه تعب وفي حاله انهيار تام ومش مركزه. درش راني عملته له اش عنا باش نعملوا له؟ لا ضربناه ولا صحنا عليه اذا كان هذا اللي في مخك. شوف استاذه الاداره هذه راهي تحترم حقوق الانسان. احنا ولده حاب يسلم عليه جبناه يشوفه خمسة دقائق. فهمت بارك الله عليكم. ارقى انواع التعذيب بهيشي توا حتى مبادره انسانيه ولا التعذيب. يظهر لي فهمنا بعضنا مليح. على كل حال مش خليوه يرتاح ساعتين ونرجع له. انتخ طون نبهت عليه ما يتكلم ويقول حتى كلمه في غيابي. كيفاش استاذه احنا في بالنا باش نكملوا معاه التحقيق و... يا هكا يتحملوا مسؤولياتكم ومن انذر فقد اعذر. فاش قام الكلام بابا استاذه وصعبالك عايشك الا لا يرتاح ساعتين ونبداو. ويا ريت تجيبوا له ساندويتش ودابو سماء انتخ طون باهي تو نجيبهم انا بيدي. تفضل اتوت الوغ. تفضلي اتوت الوغ. وصلنا في الميناء كملنا لوكال فرغنا خليناه يسقى فقاعة ما قعد حد حتى قش دوسيات الكل حرقناهم والاولاد الكل فرغناهم. واحنا شكون احنا هنا وانتي وغدوة الصباح نصبحوا في سشاي. واو شمس وبحر حتى هو وقايد فاكونس. وامنا امي امنا دبر راسها سورتو بعد ما خليوها بها جماعة. هي من غير حموده ما تنجم تعمل حد شيء. ما تنجم تحكم كيف في حوايجها. اش معناها خليتوها مسيبه على تلك ذراعها وكي ضر لها تتكلم؟ ما عندها ما تتكلم وما عندها ما تقول. وزيد حتى كنت تكلمت شنو مش يحسبوها عزوزه وهيكرة هكا تقايد عليها. ويظهر لي أحمد ربي اللي خليني عايش. علاش يا ناس علاش شبينا
على عيش المسكين نسينا، لكن محال يدوم الحال، ربي ما زالوا يحمي. خبالك عايشين وديما لاباس، علاش يا نفس علاش شبينا، علاش المسكين نسينا، لكن محال يدوم الحال، ربي مازالوا يحمينا.